لأن هذه الأزمة أزمة خطر حقيقة، يجب أن يكون لها حل جذري، حل جدي. لا يكون في حل أن نعود إلى الخلاف من جديد بعد فترة من الزمن. خطاب الأمير تميم بن حمد لم يأتي بجديد في هذه في الجمعية العامة. استمعنا إلى نفس الكلام، استمعنا إلى نفس الموقف، وهذا لا يخدم الحل. نحن متخذين موقفنا وننتظر الخطوة القادمة أن تأتي من دولة قطر.